مساكم الله بالخير. دقائق تفصلنا عن انطلاقنا إلى المريخ. اليوم ينطلق بعد قليل مسبار الأمل إلى المريخ، هذا المشروع العظيم الذي قامت بدولة الإمارات. ولكن لاحظ حتى الإمارات اكتبوا اللوجو العرب إلى المريخ، لأنه يعتقدون الإماراتيين ونحن نعتقد أيضا أنه هذا المشروع لا يمثل الإماراتيين فقط، يمثل السعوديين والكويتيين والبحرينيين وكل العرب الأوفياء. هذه المشاريع العظيمة المهمة جدا إنجازها ليس للإمارات فقط بل لنا جميعا. اليوم أي مشروع كويتي عظيم حنا نقف معه وندعمه ونقاتل معه، البحريني كذلك، السعودي كذلك، الإماراتي كذلك، لأن دول يعني دول نعتقد أنها دولة واحدة، وإن اختلفت مسمياتنا واختلفت جوازاتنا عقيدتنا واحدة ووحدتنا واحدة. ألف مبروك لنا جميعا هذا العمل العظيم. شكرا دولة الإمارات. ولاحظوا، أرجع وأقول لاحظوا ايش مكتوب في اللوجو، العرب إلى المريخ. ألف شكر.